وللقاء المزيد من الأضواء حول هذا الإنجاز معنا عبر الهاتف وعلى الهواء مباشرة مع الشيخ معي بنت محمد الخليفة رئيسة هيئة البحرين للثقافة والآثار. معالي الشيخة، بداية نبارك لكم هذا الإنجاز، ولو تحدثين عن أهمية حصول إحياء مدينة المحرق على هذه الجائزة العالمية. ألف شكر لك. أولاً أبارك لجلالة الملك المفدى الدعم الأول للمشاريع الحضارية والثقافية في مملكة البحرين، وأبارك لصاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد ولي العهد والنائب الأول على هذا الفوز الذي لم يتحقق لولا هذا الدعم الكبير من القيادة الرشيدة لكل المشاريع، سواء على المستوى الأهلي في المشاريع الأهلية أو على المستوى الرسمي في المحرق، المدينة التاريخية التي تستحق منا هذه العناية وهذا الفوز بالتحديد في هذا المجال. إحياء مدينة ليس لمتحف أو مركز ثقافي أو إنما لمدينة بكاملها، هذا الرهان على الثقافة وهذا الاشتغال على المشاريع الهندسية، والذي توج بهذا الفوز هو فرحة لكل العاملين بهذا الشأن ولكل مواطن في البحرين يعتز بإرثه الحضاري وبما يميز مدنه من خصوصية وجمال يستحق منا العناية بها وتوظيفها بالشكل الصحيح. نعم الشيخة، يعني تكامل العمل بين القطاعين الخاص والعام في يعني إعادة إحياء مدينة المحرق، كيف تقرؤون حضور مركز الشيخ إبراهيم للثقافة والبحوث وأيضا القطاع الخاص في الحفاظ على هذه الأصالة؟ المركز الثقافي الأهلي بدأ بمبادرة فردية في 2002، أنشئ المركز لم أكن أعلم آنذاك حين بدأت مركز الشيخ إبراهيم لإحياء دور المجلس في هذا الموقع العزيز من مدينة المحرق أن يمتد المشروع ويتسع إلى عدد من المنازل. بدعم جلالة الملك، بدعم القطاع الخاص، كثير من الأمور تحققت في المركز الأهلي، ثم برزت فكرة إحياء مشروع طريق اللؤلؤ ليكون شاهدا على اقتصاد جزيرة في المؤسسة الرسمية في وزارة الثقافة. عملنا على وضع هذا الطريق في قائمة التراث الإنساني العالمي، وتحقق ذلك في 2012 حين كانت المنامة عاصمة للثقافة العربية. تحقق فوز هذا المشروع بإدراجه في قائمة التراث الإنساني العالمي، واليوم يتحقق فوزه بجائزة معمارية كبيرة، مناصفة بين المركز الأهلي والبيوت المتفرعة عنه وبين العمل الرسمي الذي شارك فيه الكثيرين. هو مشروع وطني طريق اللؤلؤ، الكثير من الأسر آمنت بهذا المشروع ووظفت منازلها العريقة لهذا المشروع الذي يمتد من هرات اللؤلؤ إلى قلب المحرق، ولابد أنه سيستقطب نوعية من الزوار. دائما نقول أن البحرين مؤهلة لجذب سياحة ثقافية، وعبر تأسيس هذه البنى التحتية وإبرازها على المستوى العالمي لا شك أننا سنصل إلى ما نصب إليه في هذا القطاع بالتحديد. نعم الشيخة، في سياق ما ذكرتيه الآن، برأيك هل هذه الجائزة ستعمل على جذب السياحة الثقافية النوعية إلى البحرين، خاصة لو أخذنا يعني بالحسبان يعني مجيء الملايين العام القادم لحضور إكسبو دبي 2020؟ بالطبع، نتمنى أن نستقطب عددا من الزوار في البحرين. هناك خصوصية، نحن في هذا الخليج الجميل نتكامل، دبي تقدم الخدمات والحداثة ونحن نقدم هذه الخدمات والحداثة، ولكن أيضا الهوية المميزة لبعض مواقعنا، آثارنا التي يمتد عمرها التاريخي إلى آلاف السنين. كل ما يميز البحرين من عمق وأرث حضاري هو ما نراهن عليه لجذب سياحة ثقافية نوعية، والعالم أجمع يتجه للاستدامة عبر توظيف هذه المناطق، عبر إحياء الصناعات القديمة والحرف وكل ما يميز مدينة عن أخرى. دائما الخصوصية هي ما يجذب، وهذا ما نسعى إليه في رهاننا واشتغالنا الثقافي في هذا المجال. نعم، إذا معالي الشيخة مي بنت محمد آل خليفة رئيسة هيئة البحرين للثقافة والآثار، نبارك لكم مرة أخرى هذا الإنجاز، وشكرا جزيلا على هذه المداخلة.